السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله تعالى اليوم هنتكلم عن محاضر عدم التعرض. بعض الأشخاص يراودهم دائما سؤال: هل محاضر عدم التعرض لها قيمة؟ وما هو العائد القانوني من تحريره؟ طبعا بيبقى شخص قلقان من جار لي أو من أي حد تعرض له باللفظ أو بالقول أو بالمشاجرة أو حدث بينهم أي تعامل في تعدي، فبيقول أنا هلجأ لقسم الشرطة وأحرر محضر بعدم التعرض. طب هل في عائد قانوني من تحريره؟ ليس له أي جدوى، هو فعلا عديم الجدوى، هو مجرد محضر لإثبات الحالة. لكن هل هو معناه إن هو مش هيقدر يتعرض لك تاني؟ لا، هو تعدى عليك فلان، فحضرتك بتذهب لقسم الشرطة بتحرر محضر بعدم التعرض، لكن هو ليس له أي فائدة قانونية. بيتم بعد حضرتك بتحرر محضر عدم التعرض بيتولى أمر النيابة، وثم يتم حفظه من قبل وكيل النائب العام. وحضرتك لما بتحرر المحضر بيدون أو بيسجل في قسم الشرطة برقم إداري وبيتم حفظه في النيابة العامة. لكن هو حضرتك الأفضل لما بيحصل بقى تعدي إن إحنا بنعمل محضر، وبيبقى بيبقى في شهود وفي أدلة عندنا عشان نقدر نثبت إن حصل تعدي. لكن هو ممكن بيجي الشخص إلا لو كان في جريمة حصلت، إلا لو كان في جريمة حصلت فالاسم خلاص بيبتدي يتحرى ويبتدي يسأل، والمباحث بتتحرك والنيابة بتطلب تحريات المباحث، والأمر بيمشي بشكله الرسمي الطبيعي. فده بالنسبة للمحاضر عدم التعرض، هي ليس لها جدوى، هي مجرد إثبات حالة فقط لا غير. شكرا، ولنا لقاء آخر بإذن الله تعالى، انتظرونا في القريب العاجل. السلام عليكم ورحمة الله.